بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هل للصوت طاقة؟ يعني هل يمكننا استخدام الصوت في نقل الأشياء وتحريكها أو حملها عبر الفضاء مثلا، أو التأثير على الصخور مثلا وتفتيتها؟ الحقيقة هذا موضوع لبحث علمي جديد جاء من بريطانيا، وهناك إشارات قرآنية، يعني هذا العجيب سبحان الله. الفكرة انطلقت من جامعة ساسكس وجامعة بريستول في بريطانيا. هذه الدراسة العلمية تتلخص في قدرة الصوت على حمل الأشياء، يعني الصوت يمكن أن يحمل شيء إلى مسافات، يعني شيء غريب سبحان الله، اكتشاف علمي غريب، ولكن تم تحقيقه من قبل هذه الجامعات البريطانية. لقد قام الباحثون بتوليد ترددات صوتية قيمتها 64 ألف ذبذبة في الثانية، يعني قيمة التردد الصوتي 64 ألف ذبذبة في الثانية أو هيرتز. هذه الوحدة هيرتز هو العالم الذي وضع هذه الوحدة، وحدة قياس يعني لقياس تردد الصوت. هذا الشعاع الصوتي بتردد 64 كيلو هيرتز قام بالتأثير على جسم صغير وحركه لمسافة قريبة. طبعا هذه الدراسة أيها الأحبة نشرت في مجلة نيتشر كوميونيكيشنز، شهيرة، مجلة شهيرة وذات مصداقية عالية. تعتبر هذه الدراسة نقلة نوعية في الخيال العلمي إلى الواقع، لأن العلماء يعني كانوا يحلمون أن يحركوا الأشياء بالصوت، ولكن هذا تحقق بفضل هذا الاكتشاف العلمي. طبعا أنا ما يهمني هنا هو قوة الذبذبات الصوتية. الصوت له قوة، له تأثير. أنا سأربط هذا الاكتشاف مع القرآن أيها الأحبة. الصوت له قدرة على التأثير على الأجسام وتفتيتها أو حملها أو نقلها لمسافات. هذا الأمر لم يكن أحد يستطيع أن يتخيله من قبل. لم يكن أحد يعلم أن للترددات أو الذبذبات الصوتية قدرة على التأثير على الأشياء، ولكن القرآن أشار إشارات لطيفة وخفية في بعض آياته. طبعا أيها الأحبة الجهاز الجديد، يعني أنا أحب أن ننظر إلى صورة هذا الجهاز. طبعا هنا كما نرى أمامنا هذا الجهاز الذي صممه علماء بريطانيون يزن أو عفوا يتألف من 40 مكبر صوت، قوة كل منها 64 كيلو هيرز. تقوم ببث هذه الذبذبات الصوتية باتجاه كرة صغيرة، وهذه الذبذبات الصوتية تؤدي إلى رفع الكرة وبقائها معلقة في الهواء. وهذه التجربة هي بداية لإمكانية استخدام الصوت كوسيلة للنقل. سأكبر أنا الصورة هنا أيها الأحبة، أرجو أن ندقق معا. هذه هي طبعا الكرة الحمراء هنا في الوسط، هذه هي الكرة الحمراء هنا، دققوا معي. هذه الكرة الحمراء في الوسط تبقى معلقة بفعل تأثير الذبذبات الصوتية التي تؤثر عليها فترفعها وتبقيها معلقة في الهواء. إذن أثبت العلماء أن الصوت له تأثير على الأشياء. طيب أنا لدي يعني آية في القرآن عظيمة مؤثرة جدا الحقيقة. أنبأ القرآن عن تأثير كلام الله وصوت القرآن على الأشياء، مثل الأشياء المادية مثل الأرض، الجبال، الصخور، غير ذلك. الله تعالى يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أي أن المعلومات الموجودة في القرآن وقوة تأثير القرآن، القرآن ثقيل أيها الأحبة. الله تعالى قال لحبيبه عليه الصلاة والسلام: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قول ثقيل يعني وصفه بالثقيل، بالفعل له ثقل على من يفقهه ومن يفهمه. حتى الجبل ينهار أمام كلام الله، يؤثر فيه صوت القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن، القرآن الذي بين أيدينا وليس قرآن آخر على فكرة، يعني الله عز وجل يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يعني هذا المثل أنزله الله لنتفكر فيه. أيها الإنسان، إذا كان الجبل ينهار ويتصدع ويخشع من عظمة وقوة كلام الله عز وجل، ألا يؤثر فيك كلام الله؟ تسمع كلام الله ثم تمشي وكأن شيئا لم يكن. يعني هذه عبرة لنا. فالقرآن بآياته وسوره وكلماته وحروفه يحمل قوة تستطيع أن تؤثر في الجبال فتحطم هذه الجبال. لذلك قال سبحانه وتعالى في سورة الرعد: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. فإذا هذا أيضا يعني هذه آية تشير إلى تأثير القرآن، قوة التأثير الموجودة في القرآن. ثم يأتي بعض الناس ويقول لك إن كلام الله أو إن كتاب الله ليس فيه طاقة شفائية، ليس له تأثير يعني مادي، تأثيره نفسي فقط. طبعا هؤلاء أيها الأحبة لم يتذوقوا بعد لذة تدبر القرآن والتعمق بآيات القرآن، هم لا زالوا على الشاطئ، لم يغوصوا بعد، لذلك لم يدركوا هذه المعاني. طبعا أنا أعتقد أيها الأحبة أن الله تعالى وضع في كتابه الكريم نظاما معقدا للحروف والكلمات، فإذا ما من الله على عبد من عباده باكتشاف هذا النظام فإنه يستطيع مثلا أن يحدث هزة أرضية باستخدام آيات محددة من القرآن. وهذا الكلام طبعا يعني نحن نفهمه من القرآن ونعتقد به، ولكن بل لله الأمر جميعا، كل شيء بيد الله. جميع الأبحاث العلمية أيها الأحبة تؤكد أن بعض الترددات الصوتية يمكنها إحداث تغييرات وتأثيرات في الأجسام. العلماء اليوم يعالجون السرطان باستخدام ذبذبات صوتية، يستخدمون الذبذبات الصوتية للتصوير، تصوير الجنين في بطن أمه. باستخدام الصوت يمكن أن تجمد الماء، هناك أبحاث تضع كأس من الماء وتسلط عليها ترددات صوتية محددة فتتجمد. من هنا يمكن أن نقول إن كل ما طرحه القرآن هو أمر منطقي وهو أمر حقيقي، وليس كما يدعي الملحدون أن هذا القرآن فيه أساطير أو خرافات. لذلك أيها الأحبة، تعودوا أن تقرأوا أي بحث أو اكتشاف علمي، أن تقرأوه على ضوء القرآن الكريم. ستجدون لذة عظيمة جدا أيها الأحبة أن يمتزج العلم مع القرآن، لأن كل ما يكشفه العلماء وكل ما اخترعوه وكل ما أنتجته الحضارة هو ذرة ذرة من بحر علوم القرآن. لذلك لا يأتي أحد ويقول إن القرآن ليس كتاب فيزياء وليس كتاب كيمياء. يا أخي، هل كنت مع الله عندما أنزل القرآن؟ حاشا لله. يعني هل الله تعالى أعطاك علوم القرآن وأودعها عندك لتحدد أن هذا القرآن ليس كتاب فيزياء أو طب أو تشريح. والله أيها الأحبة، العلوم الموجودة في القرآن أكبر من كل العلوم التي حصل عليها البشر في الذرة والفضاء والكون وكل ما تتصورونه. كل علوم البشر لا تساوي، أنا حسب ما أعتقد، لا تساوي ذرة من العلوم الموجودة في القرآن. هذه العقيدة ينبغي أن نتحلى بها لنتذوق روعة القرآن، وليكرمنا الله بمزيد من التدبر لآيات القرآن. ما دمنا نعتقد أن القرآن ليس كتاب طب، والقرآن ليس كذا، والقرآن ليس كذا، طيب ماذا بقي؟ يقول لك هداية. طيب علم البحار الموجود في القرآن أليس أسلوبا من أساليب الهداية؟ يعني أنت تقول كتاب هداية. الآيات الكونية في القرآن أليست وسيلة للهداية؟ آيات الجنين في القرآن أليست وسيلة يهتدي بها واهتدى بها كثير من علماء الغرب؟ إذن الهداية تتخذ أسبابا ووسائل، والإعجاز العلمي والإعجاز العددي والإعجاز الطبي كلها أساليب للهداية أيها الأحبة. لذلك لا تقزم كتاب الله عز وجل وتقول هذا القرآن ليس كتاب الرياضيات، ليس. يا أخي لا تتقول على الله عز وجل، قل أنا لا أعلم وانتهى الأمر. القرآن فيه نظام رقمي، فيه شفرات رقمية أيها الأحبة، فيه أنظمة رقمية، وفيه علوم فيزياء وكيمياء وطب وبحار وفلك وكذا، ولكن نحن لا ندرك من علوم القرآن إلا القليل. لذلك الله تبارك وتعالى قال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بعلوم القرآن، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.